في بغداد ينضم معنا بالقرب من ساحة التحرير الزميل أرشد الحاكم. أهلا بك أرشد، هل ما زال جبل أحد كما أسموها المتظاهرون صامتا أم تحاول القوات الأمنية إنزال المتظاهرين منه عنوة؟ تفضل. أرشد. نعم أهلا بك، يعني ما زالت أعداد كبيرة من المتظاهرين تتوافد إلى ساحة التحرير في هذا التوقيت بالذات، يعني هنالك أعداد كبيرة من المواطنين الذين بدأوا بالتوافد إلى ساحة التحرير من أجل المشاركة في التظاهرات التي مضى عليها 6 أيام. فيما يخص يعني المطعم التركي أو ما أطلق عليه المحتجون جبل أحد، ما زال حتى هذه اللحظة هو تحت سيطرة المتظاهرين والمحتجين، وهنالك أعداد كبيرة. يعني المشهد الآن من على المطعم التركي أو ما أسماه المتظاهرون جبل أحد هي سيطرة المتظاهرين على هذا المطعم. هنالك محاولات بين الحين والآخر لعبور الجسر، لكن القوات الأمنية تحاول منع المتظاهرين من عبور الجسر. سيطرة المتظاهرين على المنطقة بالكامل، توافد لأعداد كبيرة من المتظاهرين إلى ساحة التحرير، يعني هذه اللحظات بالتحديد. هنالك زخم كبير في الشوارع المؤدية إلى ساحة التحرير من أجل المشاركة في التظاهرات. ربما الغريب واللافت في هذا الموضوع وخاصة في ساحة التحرير، هنالك صورتان. الصورة الأولى هي لصورة يعني الجرحى والمصابين من الطرفين، من القوات الأمنية ومن المتظاهرين الذين ينقلون، وهي صورة ربما حزينة عن الواقع، لكن هنالك صورة أخرى، صورة مفرحة، صورة سعادة، صورة ابتهاج من قبل العراقيين وهم يحتفلون ويرقصون على الأنغام الوطنية، الأغاني الوطنية، وهم يتجهون إلى ساحة التحرير. يعني من خلفي بالتحديد ربما هو المشهد. طيب أرشد، زميلنا علي ياخذنا جانب من ذكرت انه التوافد لساحة التحرير ما زال مستمر. هنالك أعداد طيب كبيرة من المتظاهرين الذين يحاولون بعد حظر التجوال. نعم. بالعاصمة بغداد، هل ما زالت الجموع والحشود تتوافد إلى ساحة التحرير، خصوصا انه الحكومة يوم أمس كانت هنالك حظر، لكن رغم هذا كانوا المتظاهرين موجودين بساحة التحرير؟ يعني على الرغم من الإجراء الأمني الذي اتخذته القوات الأمنية وقيادة عمليات بغداد بالتحديد، وهو منع حظر التجوال، لكن يعني ربما لم يلتزم عدد كبير من العراقيين بهذا الحظر التجوال وأصروا على كسر حظر التجوال. بالتأكيد الأجهزة الأمنية وضعت هذا الموضوع لحماية المتظاهرين خوفا من وجود بعض المندسين الذين يحاولون ربما يعني عرقلة صفو هذه التظاهرات وسلمية هذه التظاهرات، لكن يعني حتى هنالك عدم التزام ربما من قبل بعض المواطنين بحظر التجوال ومحاولة لكسر حظر التجوال المفروض، ويقولون أن التظاهرات هي سلمية وأن الشعارات هي سلمية. لا يوجد هنالك أي عداوة بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، ما يقوله المتظاهرون مطلبهم هو تغيير النظام وتغيير الأحزاب الحاكمة، هذه المطالب فقط التي يرفعها المتظاهرون والمحتجون في ساحة التحرير. وأيضا لم تعد الوعود الحكومية والقوانين التي شرعت مؤخرا لم تعد تجدي نفعا مع المتظاهرين، ومطلبهم الأول والأخير حاليا هو تغيير الحكومة الحالية والأحزاب الفاسدة. هذا هو جانب أيضا من احتفالات العراقيين وتوافد نعم العراقيين. يعني بعد الغاز والإطلاقات النارية الحية للرصاص الحي العظمية والمنصور والكرادة ومجمع المشن، يعني بعد الغاز والإطلاقات الحية على المتظاهرين، لكن نشاهد أن العراقي والشاب العراقي وأيضا كبار السن يتوافدون. نعم. بشكل أكبر لساحة التحرير، تقدر توصف يا أرشد أو تنقل الصورة من داخل الساحة كيف هذا التوافد رغم ما يحصل؟ نعم، رغم استخدام القوات الأمنية للغاز المسيل للدموع والغازات والقنابر الصوتية لتفريق المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى وحتى
المساء، لكن هذا ربما زاد المتظاهرين إصرارا على البقاء في أماكنهم. هذا ما ميز هذه التظاهرات عن التظاهرات السابقة، رغم الاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، لكن هنالك إصرار من قبل المتظاهرين من قبل كبار السن. أيضا هنالك مشاركة كبيرة وواسعة وملموسة للمرأة العراقية وللطالبات العراقيات في هذه التظاهرة من خلال إسعاف المصابين من كلا الطرفين من القوات الأمنية ومن المدنيين والمحتجين المتظاهرين. أيضا هنالك طرق اتخذها المتظاهرون من أجل التغلب على الغازات المسيلة للدموع، هي استخدام البيبسي واستخدام المياه وأيضا استخدام مادة الخمرة من أجل يعني إخماد هذه الغازات المسيلة للدموع. لم يعد مفعول هذه الغازات يتجاوز 10 ثواني حتى يتم إخماد هذه الغازات والسيطرة عليها. هذا ما يجري حاليا في ساحة التحرير. نعم أرشد الحاكم بالقرب من ساحة التحرير، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.